السلام عليكم متابعينا الكرام، اسعد الله اوقاتكم، تحيه لجميع المتابعين، الصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اذا موضوعنا اليوم هو الحاجز الملكي، وهو انواع، فيها البلاستيكي وفيها هذا تاع الحديد، وفي انواع كثيره. هي من الاحسن يكون في الحاجز الملكي عنده مثلا هنايا ارتفاع نقولوا 4 أو 5 ملم لكي يتحرك النحل بسهولة. إذا الحاجز الملكي هذا هو، والله كاين أنواع كثيرة، راح نتكلموا دروك نزيدو نشوفوا أنواع أخرى. كاين أنواع هذه، كاين هذه الأنواع كذلك. المهم الحاجز الملكي أنواع كثيرة، لكن السؤال المطروح دائما هو متى نضع الحاجز الملكي ومتى ننزعه، وما هي شروط وضع الحاجز الملكي. أخوة الكرام، بالنسبة للحاجز الملكي، الحاجز الملكي يوضع عندما تستقر الملكة في العسيلة. مثلا شوفوا هذه الخلية، ودوك نفتحوا مع بعض. تستقر الملكة في العسيلة وترك صندوق تربية، نديروا الحاجز الملكي. أو مثلا تكون العسيلة الأولى أو الثانية، وتروح الملكة للعسيلة الثانية وتترك صندوق تربية للعسيلة الأولى. هنا يدخل النحال ويوضع الحاجز الملكي. كذلك الحاجز الملكي لا يوضع في اليوم الأول من وضع العسيلة. الغاية أو الهدف من الحاجز الملكي عندما يكون تدفق كبير لحبوب اللقاح للرحيق عفوا، يوضع الحاجز الملكي أو تستقر الملكة. مثلا نشوفوا هذه الخلية مع بعض، هل تستاهل الحاجز الملكي أم لا؟ نشوفوا مع بعض ونتكلموا على الخلية هذه. نفتح الخلية حواجز في جهة، بسم الله. شاهدوا واستمتعوا عندما يكون المرعى. ما شاء الله، شوفوا النحل. راني كاين اطارات كنت حاطهم بين الحضانه والحضانه، وبناها من النحل، بناها من النحل. العسيله راهي مملوءه عن اخرها. نشوفوا فقط اذا كاين البيض او لا، اليرقات ولا البيض، وخاصه البيض. نزلوه للاسفل ونرفعه في مكان وحضانه مغلق. الملكه طبعا تنزل. نشوفوا الخليه هذه مع بعض. كاين إخوة تواصلوا معايا قالوا لي أننا رأينا فيديو، ما على باليش من هو النحال الذي أخبرهم بهذا العمل هذا، وأنه قالوا لي الله أعلم أننا سمعنا أنه عندما يقوم النحل برش العسل في العسيلة ننزع الحاجز الملكي، وهذا خطأ كبير. متى ننزع الحاجز الملكي؟ ننزع الحاجز الملكي عندما تمتلئ اطارات عسل حتى دون الختم، يعني اغلب الاطارات نقولوا 80-90% من الاطارات مملوءة عسل. ننزع الحاجز ونترك النحل يتحرك بسهولة براحة. نشوفوا هنا الخلية هذه، اذا كانت الملكة، هي الملكة معلمة، اذا كانت في الاعلى ننزلها هي والاطار اللي فيه، وإذا كانت الملكة غير معلمة ننفض النحل وننزع الإطارات، ثم نحط الحاجز الملكي ونرجع الإطارات من جديد. نشوفوا مع بعض. ندخنوا بقوة لكي ينزل النحل الأسفل. الإطار حطيته منذ حين فقط، طح. ممكن تكون فيه الملك، ممكن الإطار هذا وضعته منذ حين فقط، نزعت واحد أساس وضعت واحد منطوط. شوفوا نخدموا الحاجز مع بعض. الخلية هذه ملكة معلمة، سرعة لازم سرعة، السرعة والإتقان.
بسم الله ما شاء الله، الله يبارك ما شاء الله. أين الملكة؟ هنا غير موجودة. استمتعوا عندما يكون المرأة المعنويات ترتفع. حضنة مغلقة، حضنة مغلقة على وشك الخروج. شوفوا ما شاء الله، شوف شوفوا الله يبارك ما شاء الله. يوم 9 ماي، ظن الملكة ما هيش هنا في الأعلى. أنا نظن أن الملكة غير موجودة، أظن الملكة في الأسفل والله أعلم. أظن الملكة في الأسفل. البطارية تاع الهاتف راح تفرغ، لازم نسرع شوية. بسم الله ما شاء الله. شوف شوف شوف، حضنة مغلقة ما شاء الله، الله يبارك بهدوء فقط، بهدوء فقط. بيوت نزعتها، بيوت نزعتها منذ حين. الإخوة الكرام، البيوت نزعتها منذ دقائق فقط قبل تصويرها. ملكة غير موجودة، ملكة راهي في الأسفل. نفحص صندوق تربية، شوف إذا كانت الملكة بالأسفل ما كان له ننفض النحلة. نفحص صندوق تربية ونولي لكم. ننزع قبل عسيرة، انتباه النحل راه شرس. هذه شوية شرسة ولكن مليحة فقط، يعني ماهيش شرسة درجة كبيرة. لازم مواجهة النحل. شرس والله ما هو الشرس، لازم. بسم الله الله أكبر، بسم الله بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. لا ماذا بنا، ماذا بنا، يعني من الأحسن نلقاو الملكة بالأسفل. النحل راه مليح معليش، ولكن لازم نفحص اللهنة الخالية هذه، نفحصها ونشوف. إن شاء الله ما يطفلناش الهاتف. المهم لا قدر الله وطفى الهاتف، أمور سهلة. إذا لقيت الملكة بالأسفل نحط حجز ملكي ونقلب العسيلة ونرجع العسيلة كما هي. إذا لم أجد الملكة لازم ننفض كل النحل. لازم القفازات. الآن لازم القفازات، النحل أصبح شرس في الخلية هذه. هاي الملكة بالأسفل، هاي الملكة هاي هنا.
انتهى الأمر. سبحان الله وبحمده، سبحان الله الحمد لله. الإطار الأول الملكة موجودة، يعني سبحان الله وكأنني عرفت أنها هناك، يعني صدفة، صدفة، يعني سبحان الله. الآن نحط الحاجز الملكي سهلة، أنا العمل بالنفض وما العمل يعني صعب شوي، صعب على النحت. نحط الحاجز الملكي تاعنا، شوفوا الحاجز. لازم يجب اختيار نوعية جيدة، يعني موش مثلا حالي يروح يشري حاجز ملكي وخلاص، يدخل المحل لوازم يقول له اعطيني حاجز ملكي وخلاص. لازم يجب ان يكون الحاجز الملكي نوعية جيدة، ويكون فيه مساحة وين يتحرك النحل. رغم وضعي للحاجز الملكي والعسلة، ولازم فحص بعد ايام. شاهدتم الإخوة عندما يكون المرعى العمل يكون جد سهل، شفتوا كي يكون المرعى مليح. وعلى نقول لكم دائما المرعى كي يكون مليح النحل يخدم لي وحده، يدخل النحل حوالي 20% فقط. لا إله إلا الله محمد رسول الله. والله العمل متعب، ولكن معليش العمل متعب، ولكن معليش يكون العام مليح. معليش كما قلت لكم، الحاجز عنده أهداف يوضع عليها، تكلمت عليها، ونزع الحاجز يكون بعد ملء النحل للعسل. عندما تكون الإطارات في العسلة كلها عسل ولو دون ختمة، الملكة تصعد وتنزل بدون حاجز طبعا. إذا نروح نركب المسطرة تاع مصيد حب اللقاح، دخل النحل الآن. بارك الله فيكم على حسن الصغاء والمتابعة. دائما نذكر ما تنسوش الاشتراك في القناة رقم 1 في الوطن العربي، قناة عالم النحل أباي. شكرا لكم وإلى اللقاء، وربي يوفقنا أجمعين. إلى اللقاء.